توقعات الجمعة الموافق 14 أبريل 14 نيسان 14/4/2023. هنتجاهل يوم الجمعة واجبات منزلية عندنا بسبب الحركات اللي احنا بنتحركها بشكل مزاجي أكتر. ممكن تبقى كل الحركات دي مختلفة جدا يوم الجمعة ومفروض ما نعملهاش. ممكن نقلق بسبب الأخبار اللي هتبقى متعلقة بصحة حد من الأشخاص اللي احنا بنعرفهم النهاردة، كان تعبان الفترة اللي فاتت أو تعب في الفترة دي، هتكون في مشكلة خطيرة للأسف في حياة أصدقائنا لازم نبقى حذرين من خلالها. ممكن تبقى بتسبب قلق لينا وحزن كبير، لازم نحاول نساعدهم عشان يعرفوا يتخلصوا من الوضع ده. هتكون النهاردة توقعاتنا لمحادثة حلوة هتبتدي تحصل، هتتعلق بأحداث كتير قديمة، ممكن تكون الأحداث دي مش حلوة في الفترة دي، لكن من الأفضل إننا نتجنب أي احتمال يبقى فيه صراع مع الشخص اللي احنا بنتحاور معاه في الفترة دي ويبقى الصراع أكبر من اللازم. هيكون عندنا حاجة اننا نتكلم اكتر، وكل قراراتنا تبقى متعلقة بطفل، هتبقى بتتجمع على الطفل ده هيحصل فيه ايه الفترة الجاية والاحداث اللي هتحصل تانية مماثلة لينا. بالنسبة كبيرة النهاردة كل الاشخاص هيكون يوم الجمعة جاهزين لكتير من الشغل، كتير من المهمات، مفيش اي وقت تقريبا لانهم يرتاحوا، لازم يفضلوا ملحقين شخصية مهمة وهتكونوا بتخططوا من خلالها، انه حتى لو كان في ارتباط في اليوم لكتير من الاجتماعات والتجمعات اللي بتبتدي تحصل في ساعات معينة من المساء لازم نبقى جاهزين ليها بشكل كبير جدا. يوم الجمعة برضو هيبتدي يفتح لينا بشكل رائع جدا ابواب كتيرة كانت مقفولة، هنلاقيها بالفعل من خلالها عارفين ننمي نفسنا بشكل خاص جدا جدا في اليوم ده. وبالنسبة لكل الناس النهاردة اللي كانوا بيدوروا هيلاقوا كل اللي كانوا بيحلموا انهم يلاقوا في فرصة قدامنا النهاردة لازم نستغلها بشكل كويس، لكن كل اللي هيبتدي نحس من خلاله باننا هنتحسن يوم عن يوم عن اللي احنا كنا فيه قبل كده. لو كنا حابين نستفيد من الوضع هنعرف نستفيد بكل الظروف الممكنة، هنعتمد اصلا على الابراج الشخصية الخاصة فينا. هتكون في شوية نزاعات ممكن تبقى تقريبية أكتر على قائمتنا الأساسية العاطفية في اليوم ده، هتبقى بتتعلق بالمشاعر اللي ممكن يكون يأسنا في إننا نفهمها أو ممكن تكون بتأذينا، في رغبات مرفوضة جدا حتى في الحب النهاردة، هيبقى مرجح إننا نكون في اجتماعات في تجمعات في معظم الحالات اللي بتبقى بتحصل بشكل مفاجئ. هتبتدي تظهر مناسبة مهمة لينا بشكل احنا مش متوقعينه، هنبذل كتير من الجهد عشان نحس بكل افعالنا تجاه الاشخاص اللي بيحبونا وبنحبهم، وكل الصلوات والطقوس اللي مفروض نقوم بيها التقليدية الدينية هيكون ليها طاقة قوية جدا لينا في اليوم ده، لازم نبقى مستعدين ليها بشكل كبير. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، ياريت تفعلوا زر الجرس لو عجبكم الفيديو، ولو لسه ما اشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا على القناة. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.